سفر التكوين الأصحاح 30. فلما رأت راحيل أنها لم تلد ليعقوب غارت راحيل من أختها وقالت ليعقوب هب لي بنين وإلا فأنا أموت. فحمي غضب يعقوب على راحيل وقال ألعلي مكان الله الذي منع عنك ثمرة البطن؟ فقالت هوذا جاريتي بلها ادخل عليها فتلد على ركبتي وأرزق أنا أيضا منها بنين. فأعطته بلها جاريتها زوجة. فدخل عليها يعقوب فحبلت بلها وولدت ليعقوب ابنا. فقالت راحيل قد قضى لي الله وسمع أيضا لصوتي وأعطاني ابنا، لذلك دعت اسمه دانا. وحبلت أيضا بلها جارية راحيل وولدت ابنا ثانيا ليعقوب. فقالت راحيل مصارعات الله قد صارعت أختي وغلبت، فدعت اسمه نفتالي. ولما رأت ليئة أنها توقفت عن الولادة أخذت زلفة جاريتها وأعطتها ليعقوب زوجة، فولدت زلفة جارية ليئة ليعقوب ابنا. فقالت ليئة بسعد، فدعت اسمه جادا. وولدت زلفة جارية ليئة ابنا ثانيا ليعقوب، فقالت ليئة بغبطتي لأنه تغبطني بنات، فدعت اسمه آشير. ومضى رأوبين في أيام حصاد الحنطة فوجد لفاحا في الحقل وجاء به إلى ليئة أمه. فقالت راحيل لليئة أعطيني من لفاح ابنك. فقالت لها أقليل أنك أخذت رجلي فتأخذين لفاح ابني أيضا؟ فقالت راحيل إذن يتضع معك الليلة عوضا عن لفاح ابنك. فلما أتى يعقوب من الحقل في المساء خرجت ليئة لملاقاته وقالت إلي تجيء لأني قد استأجرتك بلفاح ابني. فاضطجع معها تلك الليلة. وسمع الله لليئة فحبلت وولدت ليعقوب ابنا خامسا. فقالت ليئة قد أعطاني الله أجرتي لأني أعطيت جاريتي لرجلي، فدعت اسمه يساكر. وحبلت أيضا ليئة وولدت ابنا سادسا ليعقوب. فقالت ليئة قد وهبني الله هبة حسنة، الآن يساكنني رجلي لأني ولدت له ستة بنين، فدعت اسمه زبولون. ثم ولدت ابنة ودعت اسمها دينا. وذكر الله راحيل وسمع لها الله وفتح رحمها، فحبلت وولدت ابنا. فقالت قد نزع الله عاري، ودعت اسمه يوسف قائلة يزيدني الرب ابنا آخر. وحدث لما ولدت راحيل يوسف أن يعقوب قال للابان اصرفني لأذهب إلى مكاني وإلى أرضي، أعطني نسائي وأولادي الذين خدمتك بهم فأذهب، لأنك أنت تعلم خدمتي التي خدمتك. فقال له لابان ليتني أجد نعمة في عينيك، قد تفاءلت فباركني الرب بسببك، وقال عين لي أجرتك فأعطيك. فقال له أنت تعلم ماذا خدمتك وماذا صارت مواشيك معي، لأن ما كان لك قبلي قليل فقد اتسع إلى كثير وباركك الرب في أثري، والآن متى أعمل أنا أيضا لبيتي؟ فقال ماذا أعطيك؟ فقال يعقوب لا تعطيني شيء، إن صنعت لي هذا الأمر أعود أرعى غنمك وأحفظه، أكتاز بين غنمك كلها اليوم، واعزل أنت منها كل شاة رقطاء وبلقاء وكل شاة سوداء بين الخرفان وبلقاء ورقطاء بين المعز، فيكون مثل ذلك أجرتي، ويشهد في بري يوم غد إذا جئت من أجل أجرتي قدامك. كل ما ليس أرقط أو أبلق بين المعز وأسود بين الخرفان فهو مسروق عندي.
فقال لابان: هوذا ليكن بحسب كلامك. فعزل في ذلك اليوم التيوس المخططة والبلقاء وكل العناز الرقطاء والبلقاء، كل ما فيه بياض وكل أسود بين الخرفان، ودفعها إلى أيدي بنيه، وجعل مسيرة 3 أيام بينه وبين يعقوب. وكان يعقوب يرعى غنم لابان الباقية. فأخذ يعقوب لنفسه قضبانا خضرا من لبنى ولوز ودلب، وقشر فيها خطوطا بيضا كاشطا عن البياض الذي على القضبان، وأوقف القضبان التي قشرها في الأجران في مساق الماء حيث كانت الغنم تجيء لتشرب تجاه الغنم لتتوحم عند مجيئها لتشرب. فتوحمت الغنم عند القضبان، وولدت الغنم مخططات ورقطا وبلقا. وأفرز يعقوب الخرفان وجعل وجوه الغنم إلى المخطط، وكل أسود بين غنم لابان، وجعل له قطعانا وحده ولم يجعلها مع غنم لابان. وحدث كلما توحمت الغنم القوية أن يعقوب وضع القضبان أمام عيون الغنم في الأجران لتتوحم بين القضبان، وحين استضعفت الغنم لم يضعها، فصارت الضعيفة للابان والقوية ليعقوب. فاتسع الرجل كثيرا جدا، وكان له غنم كثير وجوار وعبيد وجمال وحمير. الأصحاح 31. فسمع كلام بني لابان قائلين: أخذ يعقوب كل ما كان لأبينا، ومما لأبينا صنع كل هذا المجد. ونظر يعقوب وجه لابان، وإذا هو ليس معه كأمس وأول من أمس. وقال الرب ليعقوب: ارجع إلى أرض أبائك وإلى عشيرتك فأكون معك. فأرسل يعقوب ودعا راحيل وليئة إلى الحقل إلى غنمه، وقال لهما: أنا أرى وجه أبيكما إنه ليس نحوي كأمس وأول من أمس، ولكن إله أبي كان معي، وأنتما تعلمان أني بكل قوتي خدمت أباكما. وأما أبوكما فغدر بي وغير أجرتي 10 مرات، لكن الله لم يسمح له أن يصنع بي شرا. إن قال هكذا: الرقط تكون أجرتك، ولدت كل الغنم رقطا. وإن قال هكذا: المخططة تكون أجرتك، ولدت كل الغنم مخططة. فقد سلب الله مواشي أبيكما وأعطاني. وحدث في وقت توحم الغنم أني رفعت عيني ونظرت في حلم، وإذا الفحول الصاعدة على الغنم مخططة ورقطاء ومنمرة. وقال لي ملاك الله في الحلم: يا يعقوب. فقلت: ها أنا ذا. فقال: ارفع عينيك وانظر، جميع الفحول الصاعدة على الغنم مخططة ورقطاء ومنمرة، لأني قد رأيت كل ما يصنع بك لابان. أنا إله بيت إيل، حيث مسحت عمودا، حيث نظرت لي نذرا. الآن قم اخرج من هذه الأرض وارجع إلى أرض ميلادك. فأجابت راحيل وليئة وقالت له: ألنا أيضا نصيب وميراث في بيت أبينا؟ ألم نحسب منه أجنبيتين؟ لأنه باعنا وقد أكل أيضا ثمننا؟ إن كل الغنى الذي سلبه الله من أبينا هو لنا ولأولادنا، فالآن كل ما قال لك الله افعل. سفر المزامير، المزمور 12. خلص يا رب، لأنه قد انقرض التقي، لأنه قد انقطع الأمناء من بني البشر. يتكلمون بالكذب كل واحد مع صاحبه، بشفاه ملقة بقلب فقلب يتكلمون. يقطع الرب جميع الشفاه الملقة واللسان المتكلم بالعظائم، الذين قالوا: بألسنتنا نتجبر، شفاهنا معنا، من هو سيد علينا؟ من اغتصاب المساكين
من صرخة البائسين، الآن أقوم يقول الرب، أجعل في وسع الذي ينفث فيه. كلام الرب كلام نقي، كفضة مصفات في بوطة في الأرض، ممحوصة 7 مرات. أنت يا رب تحفظهم، تحرسهم من هذا الجيل إلى الدهر. الأشرار يتمشون من كل ناحية عند ارتفاع الأرذال بين الناس. سفر الأمثال الأصحاح 3. طوبى للإنسان الذي يجد الحكمة، وللرجل الذي ينال الفهم، لأن تجارتها خير من تجارة الفضة، وربحها خير من الذهب الخالص. هي أثمن من اللآلئ، وكل جواهرك لا تساويها. إنجيل متى الأصحاح 10. ثم دعا تلاميذه 12 وأعطاهم سلطانا على أرواح نجسة حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف. وأما أسماء 12 رسولا فهي هذه: الأول سمعان الذي يقال له بطرس، وأندراوس أخوه، يعقوب ابن زبدي ويوحنا أخوه، فيلبس وبرثولماوس، توما ومتى العشار، يعقوب ابن حلفة ولباوس الملقب تداوس، سمعان القانوي، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلمه. هؤلاء 12 أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا: إلى طريق أمم لا تمضوا، وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضال. وفيما أنتم ذاهبون كرزوا قائلين: إنه قد اقترب ملكوت السماوات. اشفوا مرضى، طهروا برصا، أقيموا موتى، أخرجوا شياطين، مجانا أخذتم، مجانا أعطوا. لا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم، ولا مزودا للطريق، ولا ثوبين، ولا أحذية، ولا عصا، لأن الفاعل مستحق طعامه. وأية مدينة أو قرية دخلتموها فافحصوا من فيها مستحق، وأقيموا هناك حتى تخرجوا. وحين تدخلون البيت سلموا عليه، فإن كان البيت مستحقا فليأتي سلامكم عليه، ولكن إن لم يكن مستحقا فليرجع سلامكم إليكم. ومن لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم فاخرجوا خارجا من ذلك البيت أو من تلك المدينة، وانفضوا غبار أرجلكم. الحق أقول لكم، ستكون لأرض سادوم وعمورة يوم الدين حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة. ها أنا أرسلكم كغنم في وسط ذئاب، فكونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام. ولكن احذروا من الناس، لأنهم سيسلمونكم إلى مجالس وفي مجامعهم يجلدونكم، وتساقون أمام ولاة وملوك من أجل شهادة لهم وللأمم. فمتى أسلموكم فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون، لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به، لأن لستم أنتم المتكلمين، بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم. وسيسلم الأخ أخاه إلى الموت، والأب ولده، ويقوم الأولاد على والديهم ويقتلونهم، وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي. ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. ومتى طردوكم في هذه المدينة فهربوا إلى الأخرى، فإن الحق أقول لكم، لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان.